بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل صدق الله. آية جديدة هنعيش معاها بقلبنا ونطبقها في حياتنا ويا رب تنفعنا في الدنيا والآخرة. هنعيش مع قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام دول، يوم فرح ويوم حزن، يوم مكسب ويوم خسارة، يوم قوة ويوم ضعف، يوم تحس إنك أسعد مخلوق في الدنيا ويوم تحس إن مفيش حد أتعس منك، يوم تكون وسط حبايبك فرحان بيهم وفجأة تفقد أحب الناس فيهم. هذه سنة الأيام فينا، فراق بعد جمع واكتمالي. يوم تكون معاك فلوس مش عارف عددها كام ويوم تدور على الجنيه أو الريال أو الدولار أو الدينار ما تلاقهوش. يوم الكل يعظم لك البيجة والباشا راح وتوقيعك يبقى ليه قيمة وتمن، ويوم تروح القيمة وتضيع الهيبة وكل الناس تهرب منك. أيام، يوم أنت بكامل صحتك وكلمتك هي اللي ماشية وولادك ما بيقولوش إلا حاضر يا بابا، ويوم يحجروا عليك وفي أقرب دار مسنين يودوك ويقولوا بابا كبر وخرف. هي الأيام كده، هي الدنيا كده، هي الحياة كده، يوم فوق ومية تحت، يوم فرح وسنة حزن، سنة عز وبقية عمرك ذل وهوان. المرء يأمل أن يعيش طويلا وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره. كنا الأول بنحب بعض، بنحترم بعض ونحترم حرمات بعض. دلوقتي الشاطر اللي يحفر حفرة لأخوه ويوقعه فيها. كنا الأول بنراعي مشاعر بعض ونخاف من التجريح وبنتكلم بكل أدب. دلوقت بنتفنن في أقل خلاف إزاي نهين بعض ونشتم بعض بأشد الألفاظ بلا خجل. كنا بنتقابل تقريبا شبه يومي ونسأل عن الغايب، دلوقت بنتقابل في المعازي والأفراح. كنا الأول بنشتغل بأمانة وقلبنا على قلب بعض، دلوقت كل واحد عايز يظهر على حساب التاني. ممكن الأيام دي ترجع ولا الأيام راحت ومش هترجع تاني؟ طب ليه يا رب الأيام بتتغير والأحوال بتتبدل؟ ليه قانون السلب بعد العطاء؟ الأيام بتكشف لينا المستخبي من معادن الناس، مين الوفي ومين الخاين، مين اللي هيقف وقت الشدة ومين اللي هيهرب، مين اللي الفلوس هتغيره والمناصب هتغيره وتخليه يتكبر على الناس حتى أهله، مين اللي هيستقوى على الناس بقوته ونفوذه، ومين اللي هيتواضع ليهم، ومين صاحب المعدن النفيس اللي لا منصب ولا فلوس يغيروه. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الآية الله يسري على المؤمنين ويقول لهم: إن أصابتكم جراحات وخسارة يوم أحد فقد ذاق الأعداء الخسارة والجراح يوم بدر. فهي الأيام كده، يوم نصر ويوم هزيمة، يوم مكسب ويوم خسارة. طب ليه يا رب الأيام بتتغير وإيه الحكمة من تداول الأيام؟ الحكمة من تداول الأيام علشان نتعلم من الأيام. فالأيام خير معلم، والمثل الشهير اللي بيقول: اللي ما يعلمهوش أم وأبوه تعلموا الأيام والليالي. يعني لو الأم والأب معلموش ولادهم إن الأيام مش دايمة على حال، يا ابني الأيام بتتغير، في أيام ربنا بيوسع رزق باباك فمش بيأثر معانا، وفي أيام الظروف بتتغير فلازم نستحمل علشان يتعلم. فكل يوم ربنا بيبعت لينا رسائل عبر الأيام. يقلب الله الليل والنهار، ليه يا رب؟ إن في ذلك لعبرة لمين؟ لأولي الأبصار. يقلب الله الليل والنهار،
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. مش هيتعلم ويقرأ الرسالة إلا اللي عنده قلب، إلا اللي عنده بصيرة. عشان كده ربنا قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، فكم من مبصر كفيف وكم من كفيف مبصر. فالأيام كلها عبر، كلها عظات، محن، اختبارات، ابتلاءات. وكل واحد فينا لازم يختبر، اعمل حسابك على كده، لازم يمتحن، ويوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. فكل يوم اختبار عبر رسالة، والرسالة ممكن تكون عامة للناس كلها، زي زلزال، سيل، ثورة. ربنا عايز يقول لنا فوقه أنا مطلع وشايف كل حاجة. ورسائل خاصة لكل واحد، موت حبيب، مرض مفاجئ، طعم المعصية فيحرمك رزق كان جاي لك، وكأن ربنا بيقول لك دي قصاد دي، إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي رسائل خفية تقع عينك على فقير معدم في اللحظة اللي انت فيها بترمي نعمة ربنا، او تشوف واحد في ورطة ومشكلته تتحل بكلمة منك او بمبلغ زهيد، وانت مستهتر بنعمة ربنا ومش حاسس بالنعمة اللي انت فيها، او مش راضي عنها ومش عاجبك حالك. في واحد بيفهم الرسالة واستقباله سريع وبيرجع بسرعة، يعني صاحبه مات يقول خلاص يا رب فهمت، كنت ممكن أكون أنا هرجع واسيب الطريق ده. زي سيدنا سليمان عليه السلام لما شاف عرش ملكة سبأ استقر عنده، فهم إن الملك والغنى ده ربنا عايز يختبره فيه. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فهم إن الرسائل اللي ربنا بيبعتها لنا كل يوم للتذكرة، كلا إنها تذكرة، بيحبك فيذكرك. والسعيد من إذا ذكر تذكر، والسعيد من وعظ بغيره، ومن لم يتعظ صار عبرة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولأن احنا ما نقدرش نستحمل عذاب ربنا، فربنا بيبعت لينا رسائل معناها فوق ارجع، ابعد عن الطريق ده، بلاش السكة دي. قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. طب يا رب اللي مش عاوز يفهم الرسائل هتتقلب عليه غضب وحتدور عليه الأيام، كيف يكون السلب للنعم؟ كيف تدور الأيام؟ بالتدافع، يتدافع أهل الحق على أهل الباطل بثورة، في لحظة يضيع كل شيء. بالاستئصال ربنا يسخر جنوده على أهل الباطل. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. تسونامي، آلاف الأشخاص يموتوا في لحظات، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. رجل من أغنى الناس، وفجأة الناس لقوا ماشي هدومه مقطعة، فاقد البصر، يتكئ على عصاه، دارت عليه الأيام، وطبق عليه قانون السلب بعد العطاء. فالناس سألوه ألم تكن من أغنى الناس وأعز الناس، إيه اللي حصل لك؟ قال الرجل في يوم من الأيام وهو ملياردير، خرجت وراء غنم لي، فلما رجعت لقيت السيل خد كل حاجة، اقتلع قصوري ودوري، ولم أجد لا أهلي ولا مالي. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. والله ما ترك السيل لي إلا طفلا صغيرا وضعته أمه على فرع شجرة.
علشان كده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج: اللهم إني أعوذ بك من سوء المنقلب في المال والأهل والولد، يعني يا رب ولادي أمانة عندك احفظهم لي. فبيقول الراجل: رحت أجيب الطفل من على الشجرة، لقيت البعير الفرس اللي فاضل من الثروة الكبيرة بيهرب مني، فخفت يضيع مني فجريت وراه، وبعدين صرخ الطفل، ببص فإذا بذئب يهجم على الطفل ويفصل رأس الطفل عن جسده، فصرت حزينا باكيا. فلما رجعت للفرس فضربني الفرس بقدمه فعميت، بقيت أعمى، المصائب لا تأتي فرادى، فصرت كفيفا لا مال لا أهل لا دار. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام دول، والله لو لم تحافظ على النعمة ستتحول من العز إلى الذل، ومن القوة إلى الضعف، ومن الغنى إلى الفقر. مسكين الإنسان يطغى ويتجبر ويتكبر ويتعالى وهو ضعيف. لو اتجمدت نقطة دم يصاب بالشلل التام. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، مخلوق صغير ينسى أنه يفنى ويموت، ينسى أنه يغتني ويفتقر. أنت يا صاحب المال، مالك إما أن تتركه وإما أن يتركك، يتسيب ييسيبك، إما أن تتركه وتموت وإما أن يتركك وتفتقر. ما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وأنت يا صاحب المنصب، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، إن المناصب لا تدوم لواحد. إن كنت تنكر ذا فأين الأول؟ مين اللي كان قاعد على الكرسي ده قبليك؟ إن المناصب لا تدوم لواحد. إن كنت تنكر ذا فأين الأول؟ فاغرس من الفعل الجميل فضائلة، فإذا عزلت فإنها لا تعزل. وأنت يا صاحب القوة والعضلات، يلي استعملت صحتك في الحرام، خلي بالك، شهوة لحظة تضيع لذتها ويبقى ندمها وأسفها. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، ويغمس غمسة واحدة في النار، ويقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا، وعزتك وجلالك ما رأيت نعيما قط، وما مر بي خير قط. بأي شيء تسلب النعم؟ سؤال مهم. النعم بتضيع ازاي؟ بأي شيء تسلب النعم من الإنسان؟ يعني لو عملت ايه يطبق علي قانون السلب بعد العطاء؟ الأول اطمن، مستحيل الكريم يديك نعمة وياخدها منك تاني، لأنه أكرم الأكرمين سبحانه، إلا إذا أنت تغيرت. فاللي تضيع منه النعمة ما يلومش إلا نفسه، أنت سبب ضياع النعمة. والدليل قال تعالى: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اطمن، وأن الله سميع عليم. فالله يخبر عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة
ولا يسلب نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي أن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بهم من طاعة إلى معصية، وما ربك بظلام للعبيد. فالنعم تضيع أولا بالذنوب والمعاصي. قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بالذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. ثانيا، النعمة تضيع بالإعراض عن شكر المنعم، بإنكارها، بالإنكار وعدم نسبها إلى الله. تقول: لنا في ده تعبي، بشطرتي، إنما أوتيته على علم عندي، بجهدي، محدش لي فضل علي، أنا بنيت نفسي بنفسي. طب وصاحب النعمة ربنا؟ أنا اللي خططت وأنا اللي فكرت في المشروع ده، أنا. قل: إن الفضل كله لله يا أخي. الدكتور اللي دايما يقول: أنا المنطقة دي بتاعتي، محدش في الوطن العربي يعرف يعمل العملية دي إلا أنا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا إنكارا، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. كفرا أي جحودا وإنكارا. يوم ما تنسى ربنا وتقول أنا، ربنا يؤدبك، يتخلى عنك. تقول: الله اللي علمني، واتقوا الله ويعلمكم الله، يرفعك يعلمك. يا سلام لو كل دكتور قبل ما يعمل أي عملية يسمي بسم الله، بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا رب. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أحسني مجاورة النعم بالشكر، فقلما نفدت نعمة من قوم ثم عادت إليهم. خلي بالك، النعمة لو راحت منك صعب ترجع تاني، فأرجوك حافظ عليها. ثالثا، تضيع النعم بالإهمال للرسائل، مش عاوز أتعلم من اللي بيحصل للي حواليا. جاري مرض ما تعلمتش، صاحبي مات فجأة ما رجعتش عن الحرام، فيجي عليك الدور وتسلب منك النعمة، والدور عليك الأيام. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بتلاقي عيادة الدكتور بالحجز مش ملاحق، وفجأة ما يلاقيش عيانين. سوبر ماركت كبير جدا، زحام وزباين كتير، وفجأة الرفوف تفضى ويقفل. مصنع استيراد وتصدير وفجأة يفلس. أكيد في حاجة حصلت خلت النعمة تروح من كل دول. أصل هو قانون رباني مستحيل يتغير، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فكل اللي تضيع منه النعمة يسأل نفسه: عملت إيه عشان النعمة تروح منك؟ أكلت حق حد؟ ظلمت حد؟ أكلت حق أجير؟ استقويت على ضعيف بقوتك؟ جحدت بالنعمة؟ ما شكرتش المنعم؟ انشغلت بالنعمة عن المنعم؟ نسبت النعمة لنفسك؟ يا رب، وده السؤال المهم، عايز أحافظ على كل نعمة أنعمت بها علي يا رب، أعمل إيه؟ كيف تحمي نفسك من قانون السلب بعد العطاء؟ مش عايز الأيام تدور علي، عايز أطمن على أولادي، أأمن مستقبلهم، عايز أعيش طول عمري عزيز، طول عمري متمتع بصحتي. كلها أسئلة مهمة. إزاي أحافظ على مالي؟ عايز تعمل مستقبل لأولادك وتطمن عليهم، سيب لهم التقوى وربيهم عليها. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم. يعملوا إيه يا رب؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عايز تعيش عزيز طول عمرك، تذلل بين ايد ربنا، واوعى تذل نفسك لحد غير ربنا. ولله العزة، ولرسوله، وللمؤمنين،
ولكن المنافقين لا يعلمون. اجعل بربك كل عز يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. عايز تحتفظ بصحتك طول عمرك، احفظها عن الحرام، ربنا يحفظها لك. قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، رشدت نبوية، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. خلص الكلام. سئل رجل كان في تمام الصحة والعافية والقوة، فوق 90 سنة، وقد بلغ من الكبر عتية، بيقولوا له: أنت محتفظ بصحتك دي، لا سكر ولا ضغط، ما شاء الله زي الشباب. فسئل عن ذلك، فقال برواز من الكلام، فقال: يا أولادي، هي جوارحنا حفظناها لله في الصغر، فحفظها لنا في الكبر. الكلام خلص. عايز تعيش طول عمرك غني، افتقر إلى الله. قل له: يا رب، اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. ربي، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا فقير ليك يا رب، محتاج لك. تلك الأيام نداولها بين الناس. اتعلم من الأيام، فإني تعلمت من الأيام أنه من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وتعلمت من الأيام أنه من كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد. تعلمت من الأيام أنه من عاش تقيا مات نقيا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تعلمت من الأيام أن ما عند الله لا يدرك إلا بطاعته. ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. ألا بالجد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحزن فالأيام دول، دوام الحال يا دنيا محال. فلا عز يدوم ولا إرث مال، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هكذا الأيام تمضي بين دمع وابتسام، هكذا الدنيا بيوم فرحة يوم سقام. ليس من شيم الحياة أن تدوم على مقام، إن عتى ليل وعربد فرق الفجر الظلام. لا تقل مني تولى خير أيامي وراح، وابتسم لغد ونور بالرضا ليل الجراح. واهتدي بالله ترضى في المساء وفي الصباح، فرضى الله ارتياح ليس يعدله ارتياح. اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء، ومن الفقر بعد الغنى، ومن الذل بعد العز، ومن الضعف بعد القوة. واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. قل صدق الله، تلك الأيام نداولها بين الناس. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. أحلى كلام هو كلام ربنا، آية ونفسي تحسها معايا، ترسم طريقك في الحياة بيها، تلقى السعادة بكل معانيها. قلبك يشوف نور الهدى فيها، لحظة خشوع الروح لباريها، للجنة سكة تبتدي من هناك.